أهم فنادق الموصل مهدوم منذ أكثر من 6 سنوات، والفساد ينخر مشروع أعماره. في العام الماضي تم استئناف العمل بفندق الموصل وتوقف بعد ذلك بسبب فساد الشركة المنفذة بحسب مختصين، والذين طالبوا بإبعاده عن الصراعات السياسية. لما وضع السيد رئيس مجلس الوزراء حاجة أساس، قلنا هذه انتهت إن شاء الله، راح يبدي هذا الفندق يتعمر وبأسرع وقت ممكن، لكن بعد أن تم التهديم ورفع الأنقاض توقف. ما يدور حاليا في الكواليس يقال بأن هناك جهات سياسية متنفذة تضغط على المستثمرين في سبيل كوميشنات. زين، اطلعوا يا حكومة محلية، اطلع يا وزير الثقافة والإعلام، تكلم شنو سبب توقف هذا الفندق لحد الآن؟ منو هاي الجهات السياسية اللي لديها القوة وتستطيع أن توقف مشروع استثماري وضع حجر أساس عليه السيد رئيس مجلس الوزراء؟ هذا هو اللي نستغربه، الكل صامت ولا أحد يستطيع أن يتحدث. هذا شيء يدل على أنه الموصل تحكم من قبل أطراف خارجية لا يريدون النهوض بالواقع السياحي أو الصحي أو ما أشبه ذلك. فبمعنى أنه يا أهل الموصل انتبهوا إلى هذه الأشخاص التي تعمل في الخفاء وقسم منها تعمل في العلن على إضعاف الموصل وعلى تأخير الموصل. مواطنو مدينة الموصل طالبوا الحكومة المركزية بالتحقيق في ملفات الفساد التي تشوب المشاريع الخدمية والتي ازدادت في عهد الإدارة الحالية للمحافظة. فاجأنا أنه تم إيقاف العمل ومنذ أشهر، عندما تم وضع حجر الأساس تشوف صار انطلاق بالعمل، تم جلب أكثر من 10 آليات، هدموا الموقع بالكامل، لكن تشوف رفعوا الحديد وتوقف العمل، يعني كأنما صفقة لبيع الحديد وإيقاف العمل، تتولد أكثر من علامة استفهام. وتعاني الموصل في الفترة التي أعقبت تشكيل الإدارة المحلية من تلكؤ كبير في إنجاز المشاريع الخدمية التي كانت تسير بوتيرة متصاعدة في الإدارة السابقة. عماد علي، ون نيوز، الموصل.